وسهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في كل مكان في الحلقة الخامسة من فقرة تكية وأكثر على برنامج الفرصة في قناة الواقع. ضيفي اليوم الأستاذ الكبير القدير، إنجازات في التربية، إنجازات في الترفيه، إنجازات في كل مكان، أينما يحل تأتي البركة معه، الأستاذ القدير الكابتن صالح العريض. يا هلا وسهلا فيك. والله شوي في حقك. والله ذا رجعتني رجعتني ثاني متوسط. يا حبيبي هذه أن يوم شفناك رجعنا أعمارنا 10 سنوات 5 سنوات. والله يسعدك يا حبيبي. والله ما تدرون سعادتي، أنا لما ألتقي بالشباب أرجع شباب. يا حبيبي أنت شباب ما يحتاج. والله لأنه دائما يسألوني عن العمر، أقول عمري فوق 40. في بعض الناس يقول كم عمرك؟ قلت والله لا أعلم. استغفر يا شيخ، قلت والله العظيم لا أعلم كم عمري. قال كيف؟ قلت ما أحد يعرف عمره يا جماعة، من الميلاد إلى الوفاة ما أحد يعرف. ليش؟ قال طيب وش نقول؟ قلت أنا تذكرت قول ذاك الرجل اللي كان عند المأمون، فسأله واحد قال كم عمرك؟ قال والله لا أعلم. قال ابن كم أنت؟ قال ابن 2، أم وأب. قال يا أخ كم سنك؟ قال 32 سن. قال يا أخ كم أتى عليك من السنين؟ قال والله لو أتى علي شيء من السنين لهلكت. قال كم لك من السنين؟ قال كلها لله. الله. قال تعبتني وعجزتني وش أقول؟ قال قل كم مضى من عمرك. فقال له كم مضى من عمرك؟ قال وما تستفيد يا لكع. قال ايش الفائده؟ كم مضى من عمرك؟ طيب ايوه الجواب لا دايم يتهربون من هذا السؤال، ما ادري ليه لا يتهرب من السؤال، لانه للاسف بعض الناس يؤمن ان انت اذا عمرك مثلا فوق 60 ولا فوق 60 خلاص يعتبرك انتهيت. يعني ايش مجلسك؟ يعني امش صادق. يعني الحين حي انت؟ الله يطول عمرك. ولا واحد يقول لك لا لا ترى شوف انا هذه والله حتى للمشاهدين والمتابعين اقول لكم نصيحه لكم كلكم. اي واحد عنده اب ولا جد اياك ان تقول انت كبير انت شايب انت، ترى هذه كلمه خطيره. حتى اللي يقول شلون شايبك؟ ما شاء الله اغطس طال عمرك خذ اللي تبي. سمعت صوت الثلج والله اسلم لك. من الأخطاء الشائعة يا أخوان وأنا أقولها والله حتى لكل الناس، إياي وإياك تقول وشلون شايبك وشلون عجوزك وشلون. يا أخي دائما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاعل. يا سلام. الإنسان الذكي اللي دائما إذا قابل شخص يرفع معنوياته مو بيدمره. حنا عندنا ترى يا أخوان في دكاترة في التدمير وأنا أسميها التحطيم. والله عندك ناس، أنا أذكر أول ما طلعت في برنامج أنا شيخ معك أبو من؟ أبو اللي تبي أبو صالح. أبو صالح حبيبي. أنت عندك أسئلة ولا ترى بنطلق؟ لا لا خذ راحتك بالعكس. لا لا. أنا للأمانة قدام الأستاذ صالح العريض أرجع طفل. أي أيوة والله ترى هذا مثل أبوي، هو ما يعرفني شخصيا لكن أنا أعرفه من يوم كان عمري تقريبا 8 سنوات 6 سنوات إلى الآن وأنا أتابع الرجل هذا أعتبره يعني. شوف أستاذ صالح أنت ممكن أنت ما تعرفني والله شرف أخي، لكن أنا كنت أتابعك وأعتبرك مثل أبوي، كل ما شفت هذا الشخص كنا في إحساس الأب. والله أي والله نبيه لا والله ما كبرت يا أخي، هذا شعور يجي ترى شباب شهادة شهادة اعتز فيها من كلامك. لا لا سيب الكرسي اوريك. ايه ترى شباب اطلق شنب جيبه هنا. الله الله حركتين من الكاراتين. ايه ايه من كلامك عاد اهل الحسا بيني وبينهم لقى علاقات كبيرة، محمد الجويسم، عمر العلي. ونعم يستاهلون يستاهلون عمر الصقر، فهد السعيد، والنعم والله كلهم زملائنا في الكاراتيه سنين احنا وياهم. سبحان الله كذا رحنا منتخبات يا اخي اكثر من انسجم معهم اهل الحسا. طبعا ترى الحسا مو هم مدح للحسا، اهل الحسا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على اثنى على الاحنف لما قال فيك خصلتان.
وبعدين قال ترى أهل الحسة هم الذين أسلموا بلا حرب، جو مباشرة وأسلموا. فلذلك ترى فيهم من صفات أهل المدينة. واللي راح للحسة وعاش مع أهل الحسة يشوف الطيبة في أهل الحسة. طبعا ترى كل المناطق، والله شوف كل، لا يا أخوان، كل المناطق فيها ناس قمة في الأخلاق والطيب، بس احنا نتكلم أحيانا على عامة في عموميات، ولا كل منطقة فيها خير وفيها أهل الخير وفيها ناس الطيبين وأهل، لكن أنا أتكلمك عن ناس عايشتهم. يعني البساطة وسهولة الدخول معهم ما هي موجودة في بعض المناطق. أنا حتى أنا ممكن بعض الناس لما يجي يدخل معك فيها صعوبة أول مرة، شكلي أبمدح واجه. لا والله بالعكس، أشوف أهل الحسة، أخاف يزعلون أهل القصيم على أهل الحسة، الشهادة فيهم مجروحة للأمان. كريو إلا البكرية. يا حبيبي استاذ صالح، اخترنا فعالية سعود ينطلق في البكرية، فكان سألني أحد المسؤولين، أقول عادي؟ فقال وش معنى اخترت القصيم؟ طبعا احنا عندنا عدة اختيارات. قلت والله شوف، أي فعالية تبي تسوي لها تست الأول، اختبار الأول، اختبرها بالقصيم، إذا نجحت معناها ناجحة. يستاهلون والله، خاصة والله الكلام مع الأستاذ صالح. جدة يعني تبغون نمشي على منطقة المملكة كلها؟ مشينا على جدة يا جدة يو أيام جدة تبيهم بالرخاء، يلا روح معك، تبي جدة مشينا على المدينة مدينة راحة وسكينة، مشينا على مكة صلينا واعتمرنا وطفنا حول الكعبة، مشينا على القصيم حب لها من قديم مشينا على الحسا الحسا الإخلاص والوفاء بعد نماص وبقى. مشينا على النماص فيها القوة والإخلاص، الله مشينا على أبها يا محلاها، لا ترى شوف أبها لأن الألف ذي مشينا ضبطونا بيت أبها، مشينا على أبها ورحنا شفنا أبها، الله هذا واضح إنه يعرف يرقع واجه. القنفذة لحظة بيزيد تصبير زرتها مشينا، لا والله ودي أزورها في مناطق بالمملكة. أنا تقريبا أيام الكاراتيه وأيام الإعلام زرت تقريبا يعني أقولك معظم من مدن المملكة ما شاء الله، لكن عندك أملج، عندك القنفذة، عندك سبحان الله بعض المناطق، حتى التثليث أنا زرتها كلها معظم المناطق، لكن في مناطق يا أخي من كثر ما سمعنا فيها ودنا. الحين أملج قاعد يطلع اسمها بشكل قوي، يقول قنفذة كل مشاريع تنفذه، يا سلام في كل مشروع تنفذه، يبغى له سجع من يستعد. ومشينا على القنفذة على العقول الفذة، الله وكل مشروع انت نفذه، كل مشروع انت نفذه وفرش الصماط وتعشى اي مشروع تنفذه. يا حبيبي والله يا استاذ صالح الكلام معك لا يمل ابدا، الله يحفظك. حتى المحاور عندنا كثيره الصراحه، ودنا ان بسم الله نحط كتاب كامل عشان نسولف معك فيه. اليوم نسهر عندكم فراش انا. استاذ صالح العريض لاحظنا كثير في اغلب لقاءاته وفي كلامه بشكل عام انه ما يحب يتكلم عن حياته الشخصيه، صح او لا؟ صحيح. ومن بدايتها انه تقول ما ابغى افصح يعني اتكلم عن عمري، والله لانه بقول لك شغله يعني ماذا يستفيد الا ان تجارب، يا سلام، لما تقول لي تجاربك في الحياه او دروس استفدتها من الحياه هذا ما ماشي، لكن اتكلم عن انا كذا وسويت كذا وانجز كذا، كل الناس سووا وش الفرق؟ يعني قال لك واحد انا درست مرحله ابتدائيه، في احد ما درس مرحله ابتدائيه؟ والله بس الناس عندهم فضول يعني حبوك ودهم يعرفون حتى وين درست. بالله وش استفيد لما يكون درست مرحله ابتدائيه في المدرسه التذكاريه؟ عادي انا بروح اشوف المدرسه اللي درس فيها استاذ صالح، ما عندي مشكله. طيب درس فيها 3000 طالب تخرجوا منها، ولا درست المرحله المتوسطه في المنطقه الفلانيه، طيب انا وش اسوي؟ اسمح لي تركي، اسمح لي على موضوع، علق على موضوع بس المدرسه. من تتبع الشخصيات المؤثرة في المجتمع عندنا هنا
اللي خلنا نقول مثلا أبناء القصيم مثلا أهل البكيرية، لما تتبع من تركوا أثر في من أهل البكيرية تجدهم خريجين مدرسة معينة تحت مدرسين معينين، صحيح، نتاج مدرسين معينين. فمعناته أن المدرس هذا اللي أنتج هالعباقرة وهالمؤثرين في المجتمع المفروض أنه منهجه اللي اتخذوا معهم يدرس، صحيح. المدرس هذا بس تعليق على الموضوع. أنا بالعكس أنا أقول يذكر المعلم، أنا معكم ترى، يذكر المعلم الفلاني، لأن في معلمين لما تسمع قصصهم فيها عبرة. يعني دكتور في مستشفى العرش يقول وش قصتي أنا؟ قصتي يقول أنا كنت يتيم، وطبعا أبوي متوفي وأمي متزوجة شخص ثاني. وفي معلم أول ما جانا قال كل واحد يكتب السيرة الذاتية معلومات عنه، يقول فلما عرف أني يتيم وأمي متزوجة راعاني بشكل خاص، يقول كانت نفسيتي رايحة فيها. فالذكي من ذكاء المعلم هذا أنه بدأ يراعي الناس اللي عندهم ظروف، بدأ يعاملهم معاملة خاصة عشان يتعرف أحيانا ما حل الواجب، أحيانا متأخر فيراعيه، بالضبط. عكس واحد أنه أمه وأبوه موجودين. فأحيانا ترى المعلم ترى يبني، يمكن شخص يوصل فيه إلى قمة العلم ولقمة، ألم قال إذا كان طبيب تلقاه في القمة، إذا كان مهندس تلقاه في القمة. شكلي طولت. لا لا بالعكس. أنا عندي مجموعة أسئلة هنا ودنا نمشي فيها بصح وخطأ. هذول لا يسألون تكفي. لب أي لا أنا بنعطيكم مجال للأسئلة ما يحتاج أنت. ترى علم عملكم طلاب ما عليه سامحوني. الأستاذ. والله الكابتن والله شرف، والله اللي شرف يا بعد عيني. وش الاسم المحبب الى قلبك او اللقب الاستاذ الكابتن؟ لا لا ابو تركي. تركي هذا ترى من التواضع. اول لا هذا من التواضع. تركي أيوة تركي الله. امام مسجد حافظ كتاب الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شارك في الدعوه تركي ايه ما شاء الله تبارك وكل الطيب. انا دائما اقول اذا رحنا في رحله لزياره يقولون أبوك، يعني يقولون التركي أبوك، قلت لا هو أبوي. الله أكبر. أنا استفدت من ولدي حقيقة أشياء كثيرة، خاصة في قضايا تفاصيل في صلاة. يعني أعطيكم معلومة والله ما أخذتها لمن ولدي، يعني قصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالمسجد. إحنا دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول شايف لك ثلاثة أربعة ومسلم عليهم أحيانا. السلام عليكم ورحمة الله. قال لي تركي ترى السلام تناظر كتفك ما تناظر أحد. حنا نسلم أهل الحسا عاد بذات السلام أهل الحسا سلام أبو فلان. لا أتحداك تروح الحسا وتدخل مسجد ما يسلم عليك أحد، على الأقل يسلم عليك 10-15. لا أنت شكلك عندك مرة شكلك يا أستاذ صالح ما شفت شيباننا. لأن شيباننا ما يسلمون السلام علشان يسلم على أبو فلان، لا يقول السلام عليكم ويدور ولده كذا. السلام عليكم ما يسلم، المفروض يقول وين فلان عشان ما يسلم عليه. يا حبيبي يا أستاذ صالح. الكابتن صالح كان كسلان في المدرسة؟ كان كسلان في المدرسة؟ لأن في سؤال بعد قوي شوي بصير. هذا يعني جاء من والله بعد. شوف أنا في صف أول ابتدائي ما نجحت الظاهر إلا في القراءة. والله؟ إي والله في القراءة؟ أنا درست في القصيم أول صف. أيوة. وكان لنا ولد عمه الله يذكره بالخير يودينا سوق الحبع الجح. إيه. نشيل هم إذا شلت، إحنا كانوا يعبون الديانات، يجون التريلات الكبيرة ويعبون الديانات ينتقلون يوزعون على المناطق المملكة. فكان ياخذنا ولد عمتي اكبر منا يمكن صف اولى متوسط تقريبا، واحنا انا صف اول واخوه صف اول، فيودينا نشيل عشان ناخذ على ريال، هو طبعا ياخذ مننا نص ريال تحميل كامل كل اليوم ريال، وهو ياخذ ريالين وياخذ مننا ريال يبقى نص نص. ولد عمتي فاحنا اخر السنه ولد لا لازمه موجود اسلم لا واحد من ولد عمتي الله يرحمه توفى، اللي هو الله يرحمه، انا وياه انا نجحت بالقراءه فقط، هو راسي بجميع المواد. يا ساتر. ابوي يقول لابوه شفت صالح ما شاء الله بس في القراءه. لا كويس يستاهل. ولد عمتي راسب بجميع المواد، انا ناجح بالقراءه، فابوي فرحان يقول شفت ما شاء الله. واضح انه فاقد الامل.
عشان كذا انا توقعت ان السؤال جاي من اسرار خاصه فقلت منين جاب السؤال ذا. لا في سؤال، في سؤال اعظم منه. انا اعطيتكم كاش 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 كويس. لا اعطيتني على طول يعني ما خبيت شيء. لا انا مجد والله صارح. ومن ضمن الاشياء بعد يقولون انه الاستاذ صالح قضى 8 سنوات في الجامعه. والله 8 سنوات. لا هذه معلومه غير صحيحه. غير صحيحه؟ انا راجع لك ان شاء الله اللي كتبت. لا 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 هو صادق. لا بقول لك السبب. انا دخلت اقتصاد كليه الشريعه اقتصاد اسلامي ما شاء الله تبارك 4 سنين، بس قبلها دخلت انا تجاره ملك سعود ما شاء الله قعدت سنتين فيها. يعني انت طلعت ثم من تخصص لتخصص. ايه ثم من طلعت تخصص يعني 6 سنوات الجامعه تعتبر 6 سنوات تقريبا. او اللي يمكن اللي جاب لك السؤال خليني اصيغه بصيغه صحيح 8 سنوات. انا بعد ما خلصت من الثانوي ما رحت الجامعه. رحت عفوا رحت الاقتصاد مو اقتصاد التجاره وش اسمه ملك سعود شو اسمه ملك سعود التجاره جامعه الملك سعود جامعه ملك سعود. لا في شيء اسمه تخصص علوم تجاري. علوم ايش؟ علوم تجاري. علوم إدارية. علوم اداريه. لا لا علوم اداريه عفوا علوم اداريه. لا علوم اداريه درست سنتين ثم شفت العمليه مطوله رحت درست معهد الاداره 2 سنين عسى بتخرج بسرعه. معهد الاداره كانت تتخرج يعطونك وظيفه على طول. خلصت السنتين قابلت واحد اذكره الله يذكره بالخير الدكتور فرح الصغير الله يذكره بالخير ان شاء الله ما شاء الله في السيره. قال لي وش سويت؟ قلت والله درست معهد الاداره. شو قال لي؟ لا 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 لازم تدرس جامعه. قلت انا بخلص عندي كاراتيه وعندي مؤلفات وعندي بطولات. قال يا ابن حلك الذي ما تنفعك لازم تدرس الجامعه. فرحت سجلت من جديد بعد 4 سنوات ترى من التخرج من الثانوي. صح المعلومه ترى صحيح عندك سعد انت يعني قعدت 4 سنوات بس عشانك تنقلت من تخصص لتخصص. انا 2 سنين علوم اداريه 2 سنين معهد اداره ثم رجعت ادرس الجامعه. فدرست 4 سنين 8 سنوات صحيح. جميل جميل يعني معلوماتنا بس صحيحه. بس من هو الدقيق ذا اللي جابها الدقه دي؟ لاني انا ما قد قلت بحياتي 8 سنوات. لا ما يحتاج معد الفقره ترى جبار. لا لا ما والله او ولا قلت لاحد في حياتي الكلام هذا اول مره اقوله في لقاء. يشرفنا شيء حصري. لا لا هذا يستخدم الله اعلم شيء مو طبيعي. لا انا بتعاقد ان شاء الله مع وليد اللي كاتب الموضوع ان شاء الله. شك في الموضوع في برامج ثانيه باذن الله. الكابتن صالح سبب دخول الاستاذ صالح للكاراتيه؟ يعني انت ما شاء الله انسان مسالم حالك حال نفسك ما انت براعي مشاكل. وش سبب انك داخل تبغى تطاق مع عيال الحاره على ذاك الوقت؟ يعني احنا في عشنا في حاره وفي حله اسمها حله القسمان. ايه ركز. حلة القسمان هذه وين؟ حلة القسمان هذه بالشفا صح؟ تعرف البطحة الآن؟ إيه؟ تعرفوا منطقة البطحة؟ ما يحتاج. صايرة تقريبا شمال يعني هي شمال شرق. هي طبعا في أسواق قديمة حقت دغيثر وأسواق المعروفة القديمة كان يعني اللي جنبها اللي يسمونها بين المرقب. من يعرف هذه بالتفصيل صعب. لا لا معروف المرقب. بين المرقب وبين المهم هذيك اسمها حلة القسمان. كان فيها معارك طاحنة. وحنا صغار قاعدين نشوف ضرب وضريب وناس ماني قايل لك جنسيات فيه. اي فاهمك. في عده جنسيات وفي شغل. ايوه مو طبيعي. فقلت يبيلها كاراتيه ذاك العهد صالح. لا لا جد في ضرب تشوف قدامك ناس يضربون ودم وشغل وشرطه تجي فيقول يا ولد الحق على عمرك بكره تنجلد دور لك صرفه اقل شيء ما يطلع دم. اي والله جد والله في ضرب صدق. فرحت انا دخلت بالكاراتيه حقت انا رحت انا واحد من الزملاء صديق لنا اسمه احمد الصقر ورحت انا وياه ودخلنا الكاراتيه بدينا بدايه كاراتيه ثم قال يا رجال بلا كاراتيه والله ما يعني طفش من الكاراتيه. وين وصلت في الكاراتيه؟ انا اخذت وصلت للحزام الاسود 7 حزام الاسود ما شاء الله. يعني لو احد يقول ما بتعفطه ولا شيء والله والله خطير صراحه والله خطير ما شاء الله تبارك الله. عجبتني الاخيره الله الله صيحه خوف استاذ صالح كذا كذا لكن ما هو سر جمالك؟ اللهم لك الحمد. هل هو عمليات التجميل استاذ صالح؟ والله وش عشان نعزز ال الله الحمد لله. هل هو عمليات التجميل ولا ايش؟ استحى استحى
يا حبي لك والله عملية تجميل يوم لا صدق يعني إن ما ندري على الجمال هذا ما شاء الله تبارك الله والله شوف أنا بقول لك شغلة كم عملية أنا ما ودي أقول كل الأسرار صعب لا 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 تقول كل الأسرار لا تقول والله أنا معك والله بعض العمليات بعض العمليات أنا ما ودنا أحد يصير جميل مثلك يعني حاول إن يعني قل لي إيه لا ما حد يصير أنا صدق يعني فعلا جميل إي والله أكيد الله يبشرك بالخير جميل بروحك وبشكلك وبأخلاقك وبماضيك وبمستقبلك وبحاضرك نعم اي والله اي والله يا الله والله شوف الحمد لله هذا فضل من الله اول شيء ترى بالعكس الكاراتيه كانت مرهقه جدا جدا الكاراتيه فيها شد وانا حقيقه اقول للمدربين والناس المتحمسين في الكاراتيه انا اقول رياضه فيها بطولات وفيها فوز وخساره ترى متعبه نفسيا الى ممكن توصل مرحله اكتئاب الرياضة ممارسة متعة اللي يمارس الرياضة لأجل المتعة بيستانس ويرتاح ويصير صحته أفضل أنا فعلا فترة اللي تدربت فيها كاراتيه وكان عندي بطولات كان فيه شد نفسي كبير جدا وضغط نفسي علي وبتخيل ما ننام الليل أحيانا نفكر بكرة وش تصير وكان منافسنا طبعا نادي هجر ونادي الوحدة وكانوا أندية شرسة يعني شرسة جدا جدا وصعبين يعني ف بعدها قلت يا ولد بهتم بالرياضة اللي لأجل الصحة مع أني كنت أنا مدرب ومتحمس لكن جيت وجدت والله يا ولد الحق على نفسك فبديت أركز على السباحة ركز على بعض التمارين يعني ما شاء الله سر جمالك سر هو الرياضة وغير التغذية أنا مثلا زيوت مهدرجة ما أكلها مستحيل ما شاء الله تبارك شراب شيء اسمه شراب من يوم عرفت نفسي عرفت أن الشراب والنكتار والعصير هذا عصير أنا متأكد ذا عصير عصير طبيعي إيه هذا عصير أشرب عصير كلمة شراب الشراب يا أخوان كله مواد عبارة عن ألوان ونكهات فأنت قاعد تشرب أشياء تضرك بالضبط الزيوت المهدرجة المقليات من زمان من يوم عرفت نفسي وأنا ولله الحمد بعيد ما شاء الله لا ترى أن الواحد يصمل على الأكل الصحي هذا يعتبر شيء صعب في البداية خاصة إيه؟ نعم نعم خاصة ترى شوفوا جميل إنك تتأقلم المقليات اللي تلقى فيها سواد وتلقى ترى أنا أذكر الدكتور فهد خضير قال كلمة قال هذه المقليات اللي هي طبعا الدجاج اللي فيه سواد وبعض الناس يستمتع بهالقرمشة ذي خاصة المحترقة ذي وهي أخطر شيء يقول والله توازي المشاوي إيه؟ ونص فحم ما شاء الله ما يعرف المشاوي حتى من كثر ما ياكل الأكل لا صحيح. والله في عالم حتى الفحم تاكله ذي معها والله جد يعني في ناس يتبذذ ما مختلط الفحم مع ذي يلو بس اهم شيء انك تبلع يسرك يمشي فيه يعني انا مره في ناس يحطون فحم جود لك في واحد رحت له من زياره في احد المناطق ما نبقى الاسم اسلم فقلت له ذا كذا كذا قال شوف عندنا قاعده في الاكل قال جرثوم اللي ما تغص فيه كله اهم شيء ينبلع ما قال جرثوم ما تغص فيه ابلعه بس شيء تاكله ما ياكل كبد لا شوف القاعدة القاعدة الغذائية دي القاعدة اللي الله يحرمنا منها هذه مكابرة نعم. والله يا جماعة تؤثر الغذاء أما الآن أو بعد سنين يعني على فكرة معلومة إحنا ترى ما نخوف الناس لكن الآن ترى فينا أطفال أنا رحت حقي مرضى السكر دعوني الحفل قبل يمكن 10 سنوات دخلت صالة مليانة كلها أطفال فيهم سكر صالة كبيرة جدا جدا كلهم أطفال يعالجون من مرض السكر ربي يشفيهم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين فقضية يا أخوان حنا عندنا حين نقدم الحلاوة عبارة عن إيش هدية عن هدية جائزة تقريباً. حتى بعض المعلمين وليت يسمعوني ولا يزعلون مني بعض المعلمين جايبين له صحن فيه حلاوة إذا واحد جاوب من الأطفال ذا أعطاه حلاوة يا أخي قلت له مرة دخلت على أحد المعلمين وكان متوقع أني أنا فرحان بالحركة دي فقلت بعد ما خلصت طبعا وطلع معي قلت بقولك شيء قلت يا ريتك تحط تمر ولا لوز ولا مكسرات ولا ايش اسمه فواكه مجففه من هذا يا اخي انفع 100 مره من حلاوه وملون تعرف الملون في حلاوه الان ساده في حلاوه حاطين فيه لون فهذه يا جماعه على مدى سنين بلاش يرد خلاص لا اسلم اطلع مطول الموضوع والله اننا قاعدين نسمع كنا مبسوطين والله يا حبي يا عيوني
والله ان ودي افسخ الغتره ونجلس ونقلب الموضوع جلسه معك. اي والله من كثر ما اني مستمتع بسؤالك. الله يساعد الكلبه يا حبيبي. والله لا يا ما يصدقني. ندخل متاهات قصدي بس انا ما ودي ادخل الناس يزعلون، ترى الجمهور يحبون واحد يبسطهم ما يحب واحد يزعلهم يعني. لا انت مش الفكره في انه تبغى الناس ينضبطون في الاكل الصحي في النظام الغذائي بشكل عام، وانه في امور الناس يسوونها يتوقعون انها مناسبه للاطفال، وفي نفس الوقت ما افتحوا عيونهم على المضار اللي فيها مثل الالوان اللي انت تقولوا الحلاوه هذا بشكل عام. بالذكر يعني انتم كلكم يا اخوان بكره بيصير عندك عائله، يا اخي علم طفلك انه اذا سوى عطوا فاكهه، يا سلام عطوا زبيب، عطوا مكسرات، ليش انا اعطيه حلاوه؟ طبعا الحلاوه ارخص شيء على فكره، قد يكون ترى معليش مو بكل الناس، قد يكون من ناحيه اقتصاديه يقول اشتري لي كيس حلاوه بخمسة ريال، شو كيلو فاكهه يمكن لو بجيب لك كيلو وين تفاح بعطيك له على التفاح من الطلاب يمكن صح. صادق. لا هي شوف زي ما قلت انت السناكات هذه حلوه، فكره السناكات هذه الاشياء والله الصحيه يا والله يا ليت تنتشر في الوقت الحالي. في بساكيت الحين، البساكيت هذه بس بشرط شوف في يا اخوان بعطيكم معلومه فائده لكم، زيوت مهدرجه الان لما تدخل بقالات ترى فيه بساكيت فيها زيوت، وتلقى نفس المصنع ينتج زيوت مهدرجه وبدون زيوت مهدرجه صحي. عارف الصحيين وش اللي خلاهم يسوون كذا؟ ترى الناس الحين ما شفتوا بدا يطلع عصير بدون سكر بدون مواد حافظ، ما شفتوا بدا يطلع؟ ترى الناس بدأوا ما يشترون، صاروا يحرصون، اجبرتهم الناس هم اللي يجبرون الشركات تنتج انتاج صح. اما لما انا اشوف بعض اولياء الامور يدخل البقاله وعياله مش يشوف حلو وملونه وقاعد اتفرج، انا نفسي والله انقهر. هم يعتبرون نفسهم الحين في جنه. والله اجي لبعض الاباء اقول اسمح لي اتدخل، يقول تفضل. قلت نص اللي اشتروها اولادك ذي والله مدمره للصحه. قال لي وشلون؟ قلت اشيله، تعرف ذاك اللي ملون؟ إيه؟ قلت هذه شيله، المصاص ذا شيله، شيله من طبعا العيال يحقدون علي لانهم تعودوا، قتلت المتعه. زين فقول له شوي، قلت تبي طريقه؟ قلت عيالي انا مسوي من طريقه، ادخلوا خذوا اللي تبون، يدخلون ينتشرون، تعرف انتشار. هم يطلعون يحطون على اعزل اللي ما ابيه كيس، ولا ابيه اقول للمحاسب حاسب الكيس اللي ما ابيه وش اسوي؟ بعد ما يحطهم عربيه اسحبه واعطيها الرجال، اقول خلوا عندك له ينجلط في البيت. لا يجون للبيت، هي فعلا يجي البيت وين هذا؟ قلت شراب ممنوع. خلاص تعودوا، خلاص عرف الحين اذا راح صاروا يجمعون بشيء، جاب العصير. لا ما يجيب نكتار ولا شراب مستحيل، خلاص عرف انه بيروح فيها. طبعا هذه تزعل صاحب السوبر ماركت، قاعد تصفصف يبغى ينظم مره ثانيه. بس انا قلت الصحه يا اخي اهم، خليه يزعل شوي معنا. كلام صحيح. يزعل ويرضى. يزعل ويرضى بعد. اهلي كانوا يبغوني اصير مهندس او دكتور، لكني توجهت لمجال الكاراتيه، هل هو برغبه منك او انه احد قال لك روح المجال الكاراتيه؟ لا الكاراتيه قلت لك السبب انه كان عشان الجو حقنا جو قتالي كان. الامر الثاني انه طبعا مؤثر، البيئه اللي حولك مؤثره جدا. لكن رغبه اهلك؟ انا رغبه اهلي لا، الوالد لا، الوالد بالعكس. انا بعدين ضد اصلا الاب اللي يحدد مسار الابن. يا سلام، انت عطوا خيارات. ترى كثير من الناس اللي اختار له اب تخصص يعني فعلا جاب الاخير يعني نفسيه ما كان متقبل. في فرق انك تعشق التخصص وفي فرق انك ايش انك تختار تروح بسبب طلب. فانا ضد الكلام هذا. استاذ صالح، حدثنا عن حياتك الرياضيه في مجال الكاراتيه، كيف بدات وكيف تميزت في هذا المجال؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله. انا طبعا بديت الكاراتيه قلت لك في شيء اسمه مع التربيه، المهم طورت ان انا اخذت الحزام البني فرحت ذيك الايام النادي. طبعا اتحاد الكاراتيه قال نبغى ننشر اللعبه في الانديه، لان اللعبه كانت مركز تدريب الاتحاد ما حد داري عنك، ولا تشتهر اللعبه الا عن طريق الانديه. تعرف الانديه وفيها اعلاميين ويجون تغطيات. فالله يذكره بالخير استاذ محمد الفائز قال ليش، كان هو رئيس الاتحاد السعودي ذيك الايام، فقال ودنا ننشر اللعبه. انا عندي مجموعه من الزملاء
وكان عندنا شخص حقيقة كان له علاقة في نادي النصر يعني قريب من الإدارة، فأخذنا جميعا النادي النصر وقال تسجلون باسم نادي النصر عشان نجلد هجر ونجلد الوحدة، لأن هجر ووحدة كانوا قويين، أندية الحجر من الحسا والوحدة وين؟ في مكة، كانوا من أقوى الفرق. فكنا عشان نجتمع كلنا كفريق ويطلع الرياض في نادي النصر كفريق. سبحان الله العظيم رحنا وسجلوا زملائي وعطونا، ما قبل ما نسجل عطونا استمارة للتسجيل. فرحت للبيت، عندي أخو، أخوي الأكبر مني طبعا هلالي. جميل. أنا ما كان تفرق عندي، أنا والله جد أنا بلعب كراتيه وبس. يعني يهمني اللعبة، ما يهمني أنا أي نادي، كان يهمني اللعبة. فلو يوم رحت قال لي وين؟ قلت بسجل. عندك شغف اللي هو قال لي ما تسجل. قلت كل أخوياك، قال أخوياك ما أخوياك ما تسجل. مشكلة التعصب ده. إيه. أيوة. قالك الخير ما هو تعصب. وصحيح. يا حبيبي. أستاذ صالح. الصحة. ها؟ يبيك الصحة. إيه. فجزاه الله خير. كنت أنا قلت له أخوي الكبير ولازم أسمع كلامه. قلت طيب. فكانت خيرة صحيح، يعني الله سبحانه أحيانا يختار لك الخيرة اللي فيها المباركة. فأنا حزام بني، فروح ذيك الفترة نادي الهلال الوحدي، أخويا كلهم نادي النصر الحين. ورحت نادي الهلال ودخلت، الله يرحمه ويسكنه في جنات هذلول بن عبد العزيز. قلت أنا كراتيه حزام بني وما أدري إيش، ودي أدرب. قال الله يحييك. في نادي الهلال. في نادي الهلال، وكان عندهم حوش، كان يلعبون في يد ويلعبون كل الألعاب فيه كانت. وقال لي أبدا شوف وقت، وبديت الوحدي في نادي، جبت مجموعة من الزملاء اللي في الحارة كلهم. الحارة أصلا كدايم مشاكل كلهم متعودين، أصلا متعودين على القتال بدون تدريب، ما هي جاهزين يعني. فجبتهم بس لبستهم البالط على طول. الدليل انه في واحد كنا نتدرب، واحد من الشباب، احنا التدريب بعد 3 شهور يبدا القتال، واحد اول يوم يتدرب يقول متى القتال يا استاذ؟ يبدا التطبيق. كنت لسه تاخذ الاساسيات. ما قلت بسم الله. تاخذ قتال مقيد. اساسيات بالحاره. قتال مقيد. قال لي 3 شهور متى نطير ننقز ونسوي ذي؟ قلت يا حرحم امك اصبر يا شيخ. يدورون المشاكل الناس بعض. المهم الله سبحانه وتعالى رز، رحت وبديت من الهلال وسويت فريق ما شاء الله، وصار نتنافس وصار في منافسات، وابشرك اخذنا بطوله المملكه. ما شاء الله استاهل استاهل ما شاء الله. اخذنا بطوله المملكه 11 سنه ابشرك. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يستاهل صفقه ثانيه ما شاء الله. يستاهل الله يجزيك. واو ما شاء الله تبارك الله. 7 بطولات كانت كاس و4 بطولات كانت دوري. ما شاء الله تبارك الله. وبفضل الله سبحانه اخذت احسن مدرب وطني لمده 3 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله. ماضي ثقيل ما شاء الله. سي في ثقيل. وانا ليس عندي مشكله مع اي نادي، كان علاقاتي كلها ممتازه بالشركم. كانت هجر لي علاقه فيهم، نادي الوحده كان علاقتي فيهم. يعني برغم كذا حنا في الميدان نتضارب ونتجارد، وبعد الميدان نتعشى مع بعض. شريف. اي اكيد بالضبط. احد في الحاره هنا الكلام. إيش؟ موجود السؤال عندك؟ لا 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 مو موجود عندي مالك. الأستاذ صالح، الاهتمامات برياضات أو برياضة الدفاع عن النفس الماضي أكبر من الآن، صح أو خطأ؟ والله صعب تقول صح تقول خطأ. الآن بالنسبة للأول في أشخاص، يعني ترى ناس يا جماعة، الناس عادة في أشخاص حتى في الإعلام حتى في كل شيء تلقى ناس يطلعون البرنامج والعمل. وسبحان الله توافيق، يجي شخص متحمس حين تلقى يضحي بكل شيء. إحنا مثل الإعلام يعني، حين تلقى ناس يضحون ويبرزون المجال هذا وده، وتلقى ناس مثلا نوع متقاعسين. يعني روح التضحية ما موجودة أول أكثر؟ لا لا موجودة الآن، موجودة والله. الاتحاد الآن كرتي فيها خير الآن، وفيها ناس وتقريبا ما زالت المسيرة البطولات والبطولات على مستوى طبعا آسيا ومستوى. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب الأستاذ صالح، هل استثمر تميزه في هذا المجال من ناحية أنه يفتح له أشياء كثيرة، مثلا
استغل تميزه في فتح مشروع لتدريب الكاراتيه، يعني استفدت ماديا من هذا المجال، ولا اشتغلت كله على الدعم المعنوي للشاب او الشباب بشكل عام؟ والله للاسف انا قال لي واحد مره كلمة وانا اعتبرها حكمه، اشتغلت فتره طويله انا في عده برامج وهذا، ودايم حقيقه ما اعرف اكسب، انا ما ادري ايش السر، انا حاولت اكسب وحاولت اسوي حركات كسب بس ما عرفت كسب ما ادري بالاخير ما حصل معي شيء. هل ترى يعني تشوف نفسك ما عي تضبط؟ ما ادري من الله تقدير سم. اقول انت كسبت محبه الناس وقلوبهم الحمد لله الحمد لله. اما ماديا حاولت لكن ما زبطت الى الان. من بديت الى الان؟ الى الان حتى قضيه اني سويت نادي ومركز وهذا، بس تلقى بالاخير اصرف عليها اكثر من، يعني حتى ما 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 واكبت الموجات الاعلاميه في الوقت اللي كنت داخل فيه. لا من كان ناحيه التسويق يعني ما استفدت منها في برنامج وكان في رعايه خصوصا المحتوى اللي كان عندك، ولا اقطع وارد، المحتوى اللي كان عندك كان ثقيل، يعني اذكر اول كنت اتابعك كان المحتوى ثقيل يعني دسم ما شاء الله. لو كان عندي، لو كنت انا صاحب شركه او صاحب شيء زي كذا ما عندي مشكله اني انا ادعم مثل الاشخاص هذا في الوقت الماضي. والله انا بقول لك شغله، بقول لك سر، يعني انا ما ادري يمكن ملعوب علي. ملعوب عليك؟ ايه ما اكيد ما يلعب عليك. والله ملعوب علينا. من مين؟ والله ما ادري، في ناس يعني انا قدمنا محتوى وقدمنا شغلات وقدمنا شيء، بس ما ادري في جت شركات وشكلهم. مشكلتي انا ما احب يعني ادخل بالعقود والشغلات، اخلي ناس يدخلون، اخلي وسيط. شو ممكن الناس صاروا فالوسيط دائما دائما تدري يمكن ماكل ثلاث ارباع. ممكن الناس صاروا يحبون يعني صاروا انانيين نوعا ما، يبغون الخير لانفسهم اكثر من انهم يقدمون. وهذا هذا اللي حصل يعني انا اذكر مره كنا في برنامج، يعني هذا على عصرنا احنا في الاعلام نشوف هذا الشيء الحين. أنا في أول ما ندري أذكر في مواف كار، وسبحان الله هذه قصة حقيقية، كان معنا شخص من الناس اللي كان معنا شركة في البرنامج، وكل ما يجينا فلوس نأسس فيها ونسوي ونجيب كاميرا فقال لي أنت متى بتستفيد؟ قلت بتستفيد إحنا قاعدين نأسس. فقال كلمة ما نسيتها، قال 20 سنة تأسس، العالم يأسسون 3 سنين 5 سنين، أنت 20 سنة بتموت وأنت تأسس. فقال أنت أسس على راحتك بس أعطني فلوسي. لا فشكلي أنا غلطان يعني، بالأخير اكتشفت أنا اللي غلط. لا أنت شوف، لو ما كسبت أنت شيء ماديا فصدقني أنك كسبت محبة قلوب الناس كلهم. أي أيوة والله سبحان الله. الله طرح فيك القبول اللي ما نشوفه في احد ثاني. الحمد لله. ونعمه القبول شيء عظيم من عند الله سبحانه وتعالى. يا رب. يعني لو انت ممكن اكتسبت ماديا ممكن نعمه القبول هذه ما تكون موجوده، ما تدري انت البركه وين. والله هذا فضل. ما هي والله الدعوات، انا اعظم ما اشوفه لما التقي بناس سواء في المناطق، انه يقول واحد يقول لي ذاك اليوم جدتي عمرها 80 سنة، والله انا تدعي لك، قمت حبيت راسه وخميت وقلت والله دي احسن هديه قدمتها شفت. أيوة سمعتها في حياتي. صادق نعمه. ما هي الجهود المبذوله في رياضات او في الرياضات القتاليه في المملكه؟ الرياضات اي الجهود المبذوله في الرياضات القتاليه في المملكه. والله شوف فيها الان طبعا رياضات، انت عرف كاراتيه وتكوندو جودو، وفي رياضات متفرقه يعني جوجيتسو، في عندك العاب اللي يسمونها ايكيدو، عندك هذا مدربين كذا مجتهدين وكل واحد يدرب. لكن انا اشوف انه شوف الاعلام حقيقه ما يعطي الرياضات الفرديه دائما ما لها نصيب. احنا احيانا وكنا في عز البطولات وما ادري ايش، يعني احيانا نفرح اذا جاء احد اعلامي يغطي ولا يتكلم عن لعبه وهذا. ويمكن يوم اقول لك محمد الفايز حط قال تعالوا للانديه عشان تطلع، ولا كان ما حد درى عنك اصلا. لكن ترى في جهود الان، في عندك طبعا كان رئيس الاتحاد السابق الاستاذ الدكتور ابراهيم القناص، هذا طبعا من طلابي ما شاء الله تبارك الله، والان ما شاء الله دكتور مشرف الشهري بعد ما شاء الله ما شاء الله، يعني كلهم يعني كانوا من الجيل اللي كان يعني احنا قبلهم سبقناهم في هذا المجال. فيه اللي ماسكين وواعين يعني لا ابراهيم ولا مشرف كلهم ما شاء الله ناس عقليات جباره وناس حياتهم كلها في اللعبه مكدسين متحمسين يعني متحمسين. طيب انا كشخص لو فكرت اني ادخل في مجال الكاراتيه هل بقدر اني استخدمها على ارض الواقع او انها مجرد حركات استعراضيه فقط لا غير؟
شوف انا بقول لك شيء يعني كمثال، جيت انت في موقف خلاص يا انت يا هو، هل انا في اللحظه ذي بقدر اني استخدم حركات الكاراتيه ولا بس استعراض؟ والله انا ما ودي اقول يعني كلام شي. لانه كذا نخرب شغل الكاراتيه، مو مناسب نقوله. انا بقول شغله، في بعض الناس الله سبحانه وتعالى عطاه شجاعه، يعني تلقوا الشجاعه بطبيعته، فهذه الكاراتيه حتقدم له شيء كبير. وفي ناس اللي الخواف، انا اقول هذه حتنقله من خواف الى انسان عادي، بس ما حتخلي شجاع، يعني تزيد الثقه في النفس. زيد طبعا بالضبط، اي كاراتيه تزيد الثقه، لكن ما تنقل واحد يعني من النوع اللي معلش خلي اقول خواف، ونوع من فيه نوع من الجبن ونوع ذا، وتخليه شجاع. لا تخليه مدافع، خليه نوع ما فيها شيء، خليه زي ما اقول يقدر يدافع عن نفسه. بالضبط، يعني ولا هو بكل الناس على فكره. يوم تقول التطبيق، وهذا كلام ترى سؤال مهم يا سعد، وشو هل انا لما اتدرب اساسيه الكاراتيه اقدر اطبقها على الواقع؟ لا، لازم مع الكاراتيه تاخذ دفاع عن النفس. بالضبط، عرفت؟ يعني افرض تلعب كاراتيه وجاء احد مسك وانت ما تعرف التخلص من المسكه، ضيعك واحد ما شاء الله معطيها الله عافيه وانت تضرب صحيح، لكن جاء تمكن منك. اذا ما عندك طرق للتخلص، وهذه اللي دائما ادرب اولادنا عليها، كنت اقول الكاراتيه الواحده ما تكفي، لازم تاخذ دفاع عن النفس. صحيح، عرفت؟ لا لا ممتاز، هذا كلام لا بد دفاع عن النفس. حتى يوم كنا ندرب في الكليات العسكريه، وكنا في كليه الملك فهد الامنيه وذا، كنا ما نعطيهم كاراتيه لخاله، لازم نعطيهم، وكلنا احنا مسوين قانون لازم ياخذون المسكات، قضيه التخلص، قضيه المسكه، قضيه كيف تستخدم عقلك، كيف تستخدم قوه الخصم لمصلحتك، عرفت قصدي؟ يعني الحين الكاراتيه ترى والجود والالعاب ذي هي كيف تستفيد من قوته ضده. يجيك واحد متهور مندفع، ممتاز، لانه اندفاعه هذا تستفيد منه. مثل الحين اللعبه عندنا نيكدو، حلا واحد يدفعك بقوه، الواقع انك انت ترده. حنا في الكاراتيه لا، اذا هو يدفعك بقوه تاخذه معك، تسحبه يعني، بس انك تحرك زاويه جسمك، يكون في تكنيك معين، تكنيك تفكير يعني في اثناء المشكله. اسمه التايسباكي. ان ودنا ندخل في محاور اكبر شوي واعمق. لا خلينا والله كنا احنا تعمقنا كذا احسن. اجل خلينا ناخذ صح وخطا، اكثر من كذا ناخذ صح وخطا احسن. صح، ايش رايك؟ عندي مداخله. سب الان وزاره التعليم يعني عن هذه الرياضه صحيح. في تفرق في ضمن البرامج الرياضيه للطالب، فوجهه نظرك عن هذا قرار صائب جدا. انا اقول في الوقت هذا عيالنا، يعني اولا يا اخوه في قصه بسيطه بقول لكم اياها. الحين الانسان اللي اول شيء طبعا شوف قوه الشخصيه، مع هذه لازم نقوي شخصيه الابناء. صحيح. الحمايه الزايده والدلال الزايد هذا اللي يدمر شخصيه الطفل. بعض الامهات وبعض بخاصه الامهات عنده حمايه زايده لابنها بشكل انه اذا جت كي تتكلم حتى الكلام تروح عند الدكتور يقول تقول هذا في خليه يتكلم يا بنت الناس، خليه يشرح، مو قادر حتى يتكلم يشرح اللي فيه، فهنا مشكله، هذه تضعف شخصيه الطفل. فالكاراتيه بحاجه انه تزود الثقه في النفس. بالضبط. فانا بقول قرار صائب وفي مكانه. هذا كلام انا يعني اول مره اسمع يعني من ناحيه فوائد الكاراتيه على الشخص، فهمت جدا جدا. لا جميله. طيب الاستاذ صالح، هل ترى نفسك من مؤسسين الترفيه في المملكه، ايه او لا؟ نعم. جميل. لماذا لم نرى الكابتن صالح في مناصب في هيئة الترفيه؟ والله هذا سؤال لهيئة الترفيه موني سعد أو الجهات يعني المعنية بهذا المجال بشكل عام، ما هو شرط هيئة الترفيه. أنا قدمت فعالية الحمد لله من أقوى الفعاليات اسمه سعود ينطلق، ما شاء الله تبارك، قدمناها في البكرية طبعا. الكلام جديد يعني؟ لا لا، يمكن قبل الكورونا طبعا، نوعا ما جديد يعني، ما يعتبر قديم. جديد إيه جديد. أيه؟ قدمنا فعالية زي التليماتش وبشرك من أقوى كانت الأعمال، ويمكن لو تشوفونها في اليوتيوب ما شاء الله، ما يحتاج حتى موجودة نالت حتى عندنا في نالت المحاوري. استحسان بشرك كل المسؤولين، يعني كان لها صدى كبير جدا جدا جدا، وحتى ولي العهد أمير محمد بن سلمان أثنى عليها ما شاء الله تبارك ثناء خاص. ما شاء الله تبارك الله. لا لا، دام ان محمد بن سلمان لا لا اثنى عليها
وقال لي أول مرة فعلاً تقام فعالية، هو هذه نصاً كتبوا الكلام هذا، أول مرة تقام فعالية يعني بأيدي سعودية بهذا المستوى. يعني مو معنى الكلام هذا، يعني قريب من الكلام هذا يقول إنه يعني هذه الفعالية بمعنى، هو قال النص اللي جاء قال أتمنى إنه يكون فيه مثل هذه الفعالية أو مثل هذه الفعالية أو 10 فعاليات مثل هذه الفعالية. ترى النص غايب عني لأنه فترة طويلة، لكن في نص رسمي أرسل. ما شاء الله الحمد لله. أنا يعني بما أن الـ 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 يعني ناس كبار أسامي كبيرة أشادوا على الفعاليات اللي أنت تقيمها، لكن في نفس الوقت ما نشوف أشياء في الأرض الواقع، فهمت علي؟ من ناحية أنه لاحظنا بعض الأمور، أنه الأستاذ صالح ترى نفسك أنه أنك يعني الدعم عندك من ناحية أنه لا تتلقى الدعم المطلوب من الجهات الإعلامية بشكل عام، وأنت عندك ناس كبار أشادوا على الفعاليات اللي أنت قاعد تشتغل عليها، فهمت المقصد؟ الحمد لله. أنا أقول لك في إشكالية الآن، قضية يعني اسمك واصل، ما يحتاج أنه أنت أصلا تدور داعم، الداعم يجي لين عندك، فوش المشكلة؟ الإشكالية دائما في شوف هذه بلاش نكون صريحين كثير، مو مناسب يعني أحيانا بعض الجهات، وإذا إذا ما ودك تتكلم اختصر على نفسك قل إيه لا لا، لو جوا في بعض الجهات لها في ذهنها شيء هو حاط في رأسه حاجة، فيبغى شيء يركب مع اللي في ذهنه، خلي أقولها شكل لغز حلوة ذي هي كذا، بس انها بالاساس انه استاذ صالح يعني محاور يضبطون الشباب بعدين يضبطون واضحه لا لا ما عليك ما عليك، هو حاط في ذهنه شغله فيبيك انت تجي، انا ما اقدر، انا لي اسلوبي طريقتي، انا بنفذ الفعاليه بهذه الطريقه، وما يبغى يبغى بطريقته هو، ويقول لا انا ماني مقتنع في طريقتك، فهنا نبدا الخلاف. كل انسان له طريقه، حتى الكاراتيه لها ستايلات ولها، كل واحد له ستايل معين، يا اخي لا تفرض عليه ستايل حقك، انا عندي شيء معين وانا جمهوري او الجمهور اللي يبي هذه الطريقه، فانت ليش انت حتى تفرض علي وعلى الجمهور شيء انت تبيه؟ بس انت الشخص المختص في هذا المجال، يعني ما ناخذ فكرك وش اللي انت تبيه، احنا نبي هذا المفروض. انا وصلت النتيجه بعضهم قلت خلاص خذ الفعاليه انت نفذها، بس على الاقل خليني انا استفيد، أنا بجهز لك كل شيء وأنت نفذ الفعالية بطريقتك أنت. يعني لأنه أنا لما أجي في أرض الواقع لازم أنفذ بالطريقة اللي أنا أراها مناسبة للجمهور اللي أنا أتعامل معه. يعني أنا لما رحنا الحمد لله للقصيم ونفذنا الفعالية، يعني أول شيء الحضور، وكان حضور كثيف وكان ولله الحمد يعني الإقبال لا زال موجود. وخذنا تقارير من عدة جهات، من كان كلهم ولله الحمد ولله الحمد، يعني حتى طالبوا بإقامة الفعالية في مناطق ثانية، وجاتنا رسائل يبون الفعالية، وحنا طبعا أقمنا بعدها بحائل فعالية ثانية، لكن ما استبه هي المفروض أنها 10 فعاليات بس عاد الله قدر شكرا الله الحمد لله. طيب الأستاذ صالح تقريبا يعني في المجال الإعلامي لك 30 سنة صح ولا لا تقريبا؟ لا أنا قاعد أجيبها من البداية يعني، ولا زال الأستاذ صالح هذه حركات مقدمين لا 30 سنة مو معناته أنك كبير، أنه أنت ما شاء الله من كبار الإعلاميين يعني ما شاء الله، تقدر أن تقول بديت عمري 7 سنوات يعني لا خلاص عرفنا عمرك الصدقي، إن شاء الله إن شاء الله نقول الصدقي بديت صغيرا جدا جدا ما شاء الله، رغم إنجازاتك على 30 سنة، إلا أنه الأستاذ صالح لا زال يذكر مسألة أنه نحتاج داعمين أو رعاة يدعمون الأفكار اللي عندنا عشان نطبقها يساعدونا إلى الآن، وأنا أشوف الأستاذ صالح يتكلم بهذا المنطق، والمشاريع اللي هو يشوفها ويتكلم عنها اللي يبغى فيها دعم ما شفناها تطبقت على أرض الواقع. لا هو في تطبيق، لا هو في تطبيق أرض الواقع كثير من الفعاليات، بس يمكن ما ظهرت من ناحية مسألة الدعم، أنه تقول الدعم، نبغى داعمين يدعمون أفكارنا. والله شوف أنا بقول لك قد يكون عندي مشكلة أنا في التسويق، تسويق أفكاري قد يكون عندي مشكلة، أنا أقول لك إياها، وأنا رجل شوف شخص في شخصية بصري عملي يا أخوان وتحليلي تفصيلي، أنا بصري عملي، أنا لا أحب الكتابة، لا أحب تقول لي التقي بالشخص الفلاني روح للشخص الفلاني، أنا هذه ما أحبها، أحب واحد ثاني هو اللي يقوم،
واللي الشخص الثاني ما حيكون بحماسك انت مثلك انت لما تروح. فبعض الناس يبغاك تحضر ويبغاك تقدم له بيانات ويبغالك تشرح له، انا هذه صعبه علي. انا احب دائما يكون في شخص اخر ويستفيد، والله يرزقه والله يعطيه. من ان شاء الله بعض الناس من كثر بعض الفعاليات يمكن طلعنا بالاخير بس بالاكسسوارات والاغراض ونعمه الحمد لله طلعنا بالونات وطلعنا حدثنا عن مسابقات لا العاب هوائية لا عاد هذا هذا الشيء اللي انا ابي اسال عنه من زمان. لا في رزق في رزق هذا الشيء اللي انا ابي اسال عنك من زمان للامانه. ابغاك تكلمنا عن عن مسابقات التلي ماتش، وهل يمكن ان نرى مراكز لهذه الفعاليه او لهذه المسابقات اللي انت تقوم بها؟ والله شوف انا اسمها كذا تلي ماتش، انا اذكر التلي ماتش أذكر حقيقة كلمة للعياف اللي كان طبعا تعرفون أمين منطقة الرياض. جانا احنا في العيد كنا نسوي فعاليات في العيد ما أنتني ما تشوف ميدان التحدي، فلما جاء في القلعة والتجهيزات قال هذه شغلكم؟ قلت يلا هيك. قال لي إذا شغل فخم يكلم الأخوة اللي معه رؤساء البلدي، قال هذا شغل فخم، أنا حسب والله جايبينه من برا، أنا أتوقع أنه يعني مصنوع من برا. قلت لا بد الله هيك وأنا أراهن، قلت للعياف وكل رئيس البلدية كله موجود، قلت أنا أراهن إنه لو أعطيتونه موقع لأخليه معلم من معالم المملكة. يعني الفعالية هذه خليها معلم لأن كان عندنا جسور معلقة وكان عندنا قلاع وكان كور ضخمة، يمكن تذكرون أنتم بعضكم الشباب، كان شغلات ما هي موجودة في السوق ولا تباع أصلا، حنا مصنعينها تصنيع. فهو العياف كان دع كلامه جميل، يعني يقول يا والله أنا كنت متخيل أنه جاي من برا ذي، فإنكم أنتم صنعوا ذا عمل يعني مو سهل. قلت لا أنا لو كان في موقع، وأنا هذا أتمنى هذه رسالة الحقيقة سواء أمانة منطقة الرياض أو للترفيه، أتمنى مثل مو أنا أي شخص برز في مجال يقول له تعال خذ هذا الموقع يا أخي، هل عمل وهل اللي سويته نبي أنت تسوينا فيه عمل وبرنامج، إحنا ندعمك على الأقل بالأشياء تجهيزات. أنا لا يدعمني بأشياء مادية، يدعمني بتجهيزات بس. وأنت يعني يكون يعني مركز خاص، مركز خاص تيلي ماتش، وليس مثل مراكز الترفيه. في ناس كلهم في ناس بارزين بشغلات كثيرة، يعني في تلقى أحد بارز في مجال الطفل، في واحد بارز في مجال المسابقات، في واحد فيعطى بس مكان أو موقع يقول هذا لك، يعني مثل المنح، مثل ما تمنح أرض، مثل الجامعيين كانوا يمنحونهم أراضي، أنا أقول منحني أرض حديقة قل هذه لك واعمل لنا فيها وتحت ضوابطهم طبعا وتحت برنامجهم، يعني أنا أعطيك المشروع وفكرته وطريقته. أنتوا ما حاولتوا يعني ما حاولت أنك تسعى أنك تقدم، رغم أن هيئة الترفيه الحين فاتحين المجال تقديم المواهب من ناحية أشخاص، من ناحية مجموعات، من ناحية حتى مراكز، ما هو شرط أنها تكون تابعة للحكومة بشكل عام، أنه ما عندهم مشكلة يقدمون الأشياء اللي عندهم وهم يعرضونها للناس، أو أنه يوفرون لها أماكن تكون واضحة قدام الناس. والله شوف يعني أنا ما فكرت أنك أنا أنا لها. أنا أقول لك شغلة، أنا مقصر حقيقة، أنا لوم نفسي في هذا، أنا ما عندي الحقيقة ما عندي فريق تسويق قوي. أو ممكن تشوف نفسك تشبعت من المجال؟ لا والله لا والله، في أفكار وبشر بالأدراج عندنا ما شاء الله مشاريع كثيرة جدا جدا وشغالين على أكثر من مشروع وخاصة تلي ماتش والعاب التحدي، ما في أحد في المملكة ولله الحمد نتمنى أن نافسنا فيها. يعني أنا حتى يوم جابوا تلي ماتش قالوا فيه تلي ماتش الياباني ومن الياباني حقيقة أنا تأثرت نفسيا. يعني حنا نقدر نسوي نعطي إمكانيات، وأنا قلتها جد وبلغت، يعني أرسلت رسالة لأحد المسؤولين اللي لي علاقة فيه، قلت أنا أتحدى تلي ماتش الياباني. جميل، بس يتوفر لي إمكانية مادية كأفكار، لأن فيه ولله الحمد عندنا أفكار حقيقة ليست موجودة لا تقدرها لا في الصين ولا في اليابان ولا في كوريا. والله نتمنى نشوف اللي مشهورة طبعا كوريا وألمانيا، دي طبعا تعرفون تذكرون التلي ماتش كان أصلا ألماني تذكرون التلي ماتش التلي ماتش الحصن ياباني التلي ماتش اللي بين مدينتين كانوا يسوون
انتم ما اعماركم صغيرين كمان. لا المشكله قاعدين نتعلم منك احنا. احنا قاعدين نتعلم منك. التلماتش الماني يا اخي اللي توشون يا اخي اللي توشون. اي اللي دوما عرفت الدوما اللي توشون. ايوه اها انت تقصد اي فهمتها فهمتها. الفرق بين الحصن والتلماتش. الحصن ياباني. ياباني الحصن. تلماتش الماني. اها ممتاز جميل وصلت الجوهره قديما. لا 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 وين هي يجيبون مدينه ومدينه بالضبط في المانيا. ويجون يسوون لهم عده منافسات بالضبط اللي يحطون اي وقروش كبيره شو اسمه مثلا بعصا كبيره أيوة على البحر ويحطون عربات يحطون عربات من قلعه ينزلونها اي لا عرفنا بس ترى انت يمكن تذكر ذيك بحر جو هذه لا ثانيه اللي كان كل شيء اخترع لك فكره حاول تجتاز الجسر ايوه هذيك اسمها جو بحر او بحر جو او شيء زي كذا هذيك برضه فنلندية أو شيء سائر مو ألمانية ألمانية مدينتين وأنا أتمنى قد طرحت الفكرة ترى يجيبون مثلا جدة والحسا يجون شباب جدة وشباب الحسا جميل يحطون عدة منافسات بينهم حلو وحبية العملية يعني إيه أكيد أكيد وتكون منافسة بين منطقتين الحين بين جدة والحسا فكرة جميلة إيش رأيك لا حلو أحتاج طيب استاذ صالح احنا قدامنا شوف قدامنا عشان نشوف التمر الاخلاص ولا السمك الهامور ايوه ايوه الهامور لا لعب والله لا تقدم من الحين جاب لي الخصم رفشه الوقت يداهمنا استاذ صالح اسلم سووها بين النماص ومجارده حلو سووا نفس الفكره انه اشياء وصعوبات وتحدي بين شباب النماص وبين شباب مجارده ممتاز بس انها كانت مصغره بشكل صغير يعني بشرط ما ظهرت للاعلام بشرط ايوه بشكل واسع ما ظهرت بشرط انه ما توصل لقضيه العنصريه لا 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 لا, 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 لا تنافس يعني شريف حبيه وبنفس الوقت يصير اصلا لهم حفل موحد وبينهم بالضبط هذا اللي صار ليس الهدف الفوز خسر ترى شوف احنا يا اخوان والشغله اللي تؤثر نفسيا هي قضيه انه نتخذ هذا الموضوع الفوز والخساره انه حياته موت مو بعدهم يعني ما عنده روح الروح الرياضيه متعه وقت بعدين انا شايف في شغله يا اخوان في السلوك والذات عندنا خطير انه بعض الناس عشان يعدل السلوك يدمر الذات تعرفوا ايش معنى هذه يعني الان انت واحد اخطا ما تجي تقول الا الفلاني في ما في يا اخي اترك الرجال انت تكلم عن الخطا حقه فعله اترك البني ادم ايش تبي فيه ابن باز رحمه الله عليه يا اخوان نذكره في هذا المقام الخطا هو اللي يقصد باز وليس ليس الشخص لم ما يتكلم عن الشخص يقول من قال الكلام هذا سبحان الله شوف الحكمه فهو كذا من قال اللي قال هالكلام مو الشخص ما يجيب اسم الشخص اللي قال هالنص لذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه رضي الله عنه في أعظم من قتل الأسرى كان موضوع بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم موضوع عظيم قتل الأسرى نبقى صبعنا يقصدون أسلمنا لكن هم قالوها بطريقة فهم منها أن تركنا الدين فخالد بن الوليد رضي الله عنه لما قتلهم الرسول في هذا الموقف العظيم فرق بين السلوك والذات ماذا قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد مو من خالد من الفعل هذه لازم احنا نتعلم الفعل مع ابنائنا مع عيالنا مع الناس اللي يخطون يا اخي انت اقول مره واحده في جلسه كذا قلت واحد اسلم قال ولدي قلت مثلا جبت زجاجه عطر ب 500 ريال لقيت ولدك مكسرها وش ايش اسوي قلت سوي قلت تضمه تقول احبك يا بعد قلبي والله انك قهرتني يا شيخ كسرت اغلى ما عندي والله اني احترمك واقدرك لكن اللي سويته غلط قلت هنا تفصل السلوك عن الذات قال ما يمكن صعبه يصفق على طول الله يكسر ذنبه يبي لها الله يكسر ذنبه بس يبي لها تدريب يبي لها ممارسه يبي اها يبي لها تدريب يا سلام يبي لها يبي لك تدرب مع الممارسه شوف في اعظم من عمل قوم لوط في اعظم من قوم لوط ايش قال لهم لوط عليه السلام إني لعملكم من القالين ما قال منكم عملكم يا سلام رغم أن فعلهم هذا منهج كان عظيم منهج قرآني منهج نبوي المفروض كل معلم إذا جاي بعاقب إنسان يقول شوف أنا أحترمك أنا أقدرك لكن شغلك هذا غلط ما أسمح فيه يا سلام هذا المنطق الصحيح
يعني انتم حتى ما ادري انتم يمكن انكم شكلكم تلخبطون هنا في عندكم هنا لا ما لا لا ان شاء الله ما في لخبطه سلوكه ذات فهمينا ان شاء الله ان شاء الله ما في لخبطه يعني انا اقدرك احترمك انا احترمك لذاتك لكن الفعل اللي انت سويته فعلك ما اسمح فيه غير مقبول بالضبط عرفتوا هذا مطبقه على الطلاب ان شاء الله في الدراسه ايه. انا بس انا احترمك لذاتك بس الغلط اللي سويته اليوم ولا ما تفهم انا اللي محير انت اسلم انا اللي محيرني الحين احنا وش دخلنا في موضوع السلوك الذاتي هذا اللي دخلنا دخلنا في مواضيع كثيره اصلا يعني لا نرجع له ما يحتاج والله تمنيت ما جيت والله يا حبيبي اه والله شوف تمنيت ما تجي عشان فهمنا نفصل بين الذات على عرفت قبل طيب على عجاله بما ان الوقت داهمنا معك استاذ صالح هل استاذ صالح يرى نفسه هو مقدم ومعد وصاحب فكره مواهب وافكار الوحيد فقط انت يا راعي البحرين ورا ما تجلس لا يهمنا يهمنا على البحرين دولا يا اخوي اسمعوا كلامنا انتم احنا هذول عارفين شغلنا كله وانت عشان تعرف شغلنا اي عشان تعرف ايش عندنا في السعوديه انا بالعكس انا تشرفت ان كنت تلميذ عندك قبل كم شهر الله يبارك يا شرف لي لا إيوه. والله نحب الخليج هذا اي واحد يجي مخنا نستانس اذا اللي عندنا خليجنا استاذ صالح هل استاذ صالح السؤال الاخير يا اخوان عشان بس انجح ولا ارسب اشوف زعلان زعلان استاذ صالح والله انا ترى اقول هذه الاشياء لاني انا ابغى اعرفها قبل حتى الناس اللي قاعدين يشاهدونك يا استاذ صالح اي والله انت تقول مواهب وافكار ابعطيكم مواهب افكار قصتها ان قطار ماشي اسمه مواهب وافكار يركب ناس ويطلع وينزل ناس الا الوحيد صالح اللي ما قد نزل منه ابو جالس في القطار ابو اجابه دبلوماسيه جميله يا ترى عندنا قطار القصيم هذا لا تقعد تنافس خلاص عندنا قطار زي بس ابو تركي هو نفس القطار حق مين القطار اسمه مواهب افكار حق مين اساسا شوف هو اللي سوق القطار هذا انا بس اعطيك على بلاطه يعني القضيه شارك في هذا العمل خلينا نقول 200 شخص كل انسان شارك بجزء في واحد شارك ما شاء الله ركب 20 كفر للقطار وفي واحد ركب باب وفي واحد ركب مسمار وقد اللي ركب مسمار يقول انا اللي سويت كل شيء صحيح صحيح بس اللي قائد القطار هو اللي ماسك قائد القطار صالح العريض هو اللي ماسك القطار ومكبر راسه اللي مكبر راسه واللي يخسر واللي يكسب ما عنده مانع لان في ناس جاوا وما قصروا بيض الله وجيههم وكان لهم فعل لكن وجدوا انه الماديات شوي ما هي بكويسه عارف وفعلا ترى معهم حق يعني وفي ناس جاوا لا والله متطوعين اشتغلوا وفي ناس جو وشاركوا في الخسارة جميل وبعدين هذول لهم تقدير خاص أخوك يخسر يكسب يتسلف يتدين يبغى يتمشى بالقطار ماسك القطار يا سلام يعني هل ما فرقت مرة يا سلام إيه يجي لا يسمع مروق على صوت المشاكل اللي ورا عرفت انت الطاقه هندل واللي ينزل وفي ناس يركب وينزلون صاندي ينزلون ويركبون ينزلون انزل يا ولد لا ماني بنازل في ناس عايه ينزل افتح الباب اللي بينزل ينزل انت ما انت قاعد تسوي شيء متكي قول يا اخي خلاص انا ولا يجيك واحد حط له مسمار وكل من جاء واحد قال والله احنا ما هو افكار والله شوف احنا سوينا هو بس حط مسمار واحد خير يا ابوي بعضهم اللي شلل يا اخي عطى مسمار يا اخي والله انك صادق عطى مسمار خليك معايا ماي والله تعطيه 100 مسمار مو براضي والله مشكله والله عنده صاي والله كلام كذب في ناس يتعلق شوف بتمر عليكم كلكم يعني في ناس يتعلق بالنجاح يعني هو قد يكون له جزء بسيط لكنه يكبر نفسه ينسب لنفسه ينسب نفسه كل شيء أناني نوعا ما أقرب مسمى لو مواهب وأفكار كانت بصالح عرض لا يمكن تمشي لوحده لو ما جاء هالعقليات وهالناس الأذكياء وهالناس اللي عندهم أفكار وإبداعات حتى الأطفال لهم مشاركة حتى والله بعض الأفكار نأخذها من الأطفال الله ترى يا أخوان معلمين شاركوا طبعا في ناس لهم صولة مثل إبراهيم الحشر رحمة الله عليه أبو بدر هذا الرجل يعني فعلا كان له بصمة كبيرة طبعا عبد المجيد اليمني
أوه ما يحتاج هذا أستاذ. يعني اللي تكلم اللي قاعده زيد الغيث. الله. ترى معلش أنا ما ودي والله. أنا ترى أول لقاء لي أول لقاء لي على الشاشة بشكل عام كان مع الأستاذ عبد المجيد الحيمني. إيه أبو عبد الرحمن. اللحظة في طبعا نسي عليه الأستاذ عبد المجيد من الأشخاص اللي يقدرهم والله ترى على فكرة احنا المفروض نعد مجموعة المهادب عبد الله مهادب ما يحتاج معروفين قامة من الأسماء الكبار طبعا في طبعا بهلول وسرحان ومفيد وأبو مشعان وفي شخص تذكر شريط بهلول وسرحان ترى شايفه كله سرحان يسرح بالملأ قهر بهلول الله المستعان. طيب هل ترى أن الترفيه تغير إلى الأسوأ في الوقت الراهن؟ الله يبينكم وسائل الترفيه عفوا يا اخي انت عندك كرات ايش فيك ما تقوم عليه مو قالوا بنت انت وسائل الترفيه عفوا استاذ صالح وسائل الترفيه هل تراها تغيرت الى الأسوأ خلي الوقت الراهن خليها بعد الحلقه نقول خلاص ما في مشكله اللي يناسبك انت استاذ صالح انا معلش معلش انا اقول ما هو الترفيه الترفيه هو الذي يريده الجمهور يا سلام أنا لما يكون عندي جمهور عندي خلي أقولك فيه هنا 1000 شخص يبون خلينا نقول يلعبون كرة وعندي 10 أشخاص يبون يسبحون خلينا نكون واقعيين أجبر كل 1000 شخص اللي يسبحون يا أخي ما نبغى نسبح نبغى نلعب كرة قال لا لا تعالوا اسبحوا تعالوا كلكم يا ابن أنا ما نبغى نسبح لا لازم تسبحوا أسبح زينة اسبح طبعا في ناس تفهم على طول حركه دي اسبحوا يا محمد انا ابغى نسبح نبي نلعب كوره يا اخوي انا كان مقصدي انه في العاب بس الترفيه بس انت فهمت السر اي لا انا فاهم قصدك انا فاهم الكلام اللي تقوله لكن ما هو بالشيء اللي في بالي انا كنت اتكلم عن الوسائل اللي هي مثل التليماتش مثل الوسائل بشكل عام يعني اسمها التليماتش صح وسائل الترفيه بشكل عام هل هي اول كانت أفضل من ناحية تقبل الناس لها من ناحية أنهم يرغبونها هل هي أول أفضل ولا الحين صارت أفضل ولا فهمت قصدي هو نفس ما قال ترى لا 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 أنا بعطيه ألعاب الفيديو بعطيه خط ثاني لا لا أقعد 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 عندك أقعد مسجل الموضوع عليك خلاص منت أقعد 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 ما أنت براي أسلم أقعد يا أخوي والله شكلك 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 ترى ترى قام يحمي قام يحمي من الحين أنا خايف منه شوف شلون جالس انا احتري اي بوكس لا لا انا اسمحوا لي كلمه واقولها امانه ذي في شخص في يا جماعه في ترفيه ممارسه وفي ترفيه مشاهده انا 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 في برامجي كلها احاول اخلي الجميع يمارس يعني ميدان التحدي استغرب يوم كان يسالني الخليفه محافظ القصيم قال كم اللي يشاركون الأطفال قلت بحدود 1000 إلى 1200 ما شاء الله قال شو تعرف معروفين أنه بالمسرح يشارك 10-15 قلت بخلي اللي يمارسون داخل الملعب بين 1000 إلى 1200 عدد لأن أنا عندي الجسر اللي يمرون من خلاله بين نص ساعة 30-40 اللي يجتازون النفق 30-40 ويدرون أطفال يدخلون الجسر يدخلون النفق الجميع يمارس الحين في فرق بين مشاهدة وفي فرق بين ممارسة صح. انا افضل الترفيه اللي فيه ممارسة عرفت قصدي يعني مثل اللي يتفرج على كرة قدم تخيل تفرجت 20 سنة بتصير لاعب محترف لا عمرك ما تصير لاعب لكن العب لك سنة واحدة بتتحسن مهاراتك يا سلام شكلي لا لا بالعكس ما لا لا واضح يا شباب والله اي والله انت المشكله انه استاذ صالح انت لما تتكلم ان نسكت ونسمع كلامك لان منصتين فعلا لكلامك بس انك تحسب ان لا لا انا اقصد مثل هذول الحين هذول مشاهدين اعتبره بالضبط لكن لو الحين يشاركون واحد يتكلم واحد يعطي راي صار الكل صح ممارس صح في فرق يعني لو كانوا ساكتين هالشباب طول الوقت وانا اتكلم الموضوع بيني وبينك يعني بيكون في نوع ما فيها متعه ما فيها متعه صحيح المتعه مشاركه وذا يتكلم وذا يقطع وذا يعطيك راي سعد بالضبط انا سم اول مره شفت استاذ صالح في برنامج من البرامج كان على المجد برنامج الساريه فجاء هو وجاب معاه الالعاب وكنا كان في تحديات وكان في شغل يعني صحيح فما شاء الله تبارك الله حقيقي الممارسه يعني تخليك تستمتع اكثر يعني صحيح. حتى الاطفال يعني يدخلوا الجو بهذه الممارسه اما النظر يعني والعدد مهم إيه؟ انك انا لما ادخل ميدان التحدي اكبر عدد ما فيه اب يدخل ولده الا يلعب اي اكيد
وهذا هو هذه المتعة. الحين احنا خليتنا نمارس معك بالكلام. الأطفال الآن فيهم طاقة زائدة، وكثير من الآباء والأمهات يقول للطفل اجلس لا تتحرك، ولا يعطيه إيباد وذا عشان يسكت. هذا اسمه تخزين، بكرة حينفجر. هالمعلومات اللي قاعدة تدخل من الكمبيوتر، وهذا الولد يبغى مساحة يتحرك فيها. والله لما قال اجلس انت جاف فوق الطاولة. الزائدة الطاقة الزائدة هذه يا اخوان خطيرة. وبعض الناس قاعد معلش في شيء اسمه ضعف شخصية. الآن هالأجهزة تضعف شخصية الطفل. صحيح. فالطفل يحتاج يحتك يكلم. الحواس الخمس ما في إلا حاستين، أصابع وعيون بس طول الوقت. طيب وين الحواس الأخرى؟ ما تتطور إلا عن طريق اللعب والممارسة، وخاصة الألعاب الحركية. لأنه يا أخوان الآن الجيل القادم، هذا الجيل ده عنده مشكلة التفكير المحدد، اسمه تفكير تراكم، أو عفوا خبرات تراكمية. ترى مو ذكاء، بعض الكثير يناقشني يقول يا أخي هذه تنمي الذكاء. يا خبرات تراكمية مثل اللي أعطيك لغز وعارفه أنت، ومن أقول لك مرة ثانية تقول إيه أنا عارف اللغز. هذه خبرات تراكمية، ما هي ذكاء. متى يتطور الذكاء؟ لما أحط تفكير إبداعي. أقول لكم يا شباب هذه العلبة، يلا أعطوني 50 فكرة فيها. أول فكرة بحطها شو اسمها تنقط مع كل يوم. ممتاز. ثاني فكرة نلعبها لعبة ذي. ثالث فكرة نفس الفكرة ريتويت طلع برا خليه كذا توازن، جرب التوازن. وقف راسك، وقف امشي فيها. واضح انها تلعبها كذا، دخلها من يدك هنا وطلعها من الجهة ما قد جربت هذه. حط فيها مويه، حط ورود فيها. يا سلام، ما قد جربت هذه. طلعها انا فور. يا سلام، هذه انا استخدمها سلاح. يا سلام، يلا هذا سلاح تشرب يا مويه، خليها سبيل للعصافير. الله، انقبها من فوق ورش على خويك، ورش على خويك في الصيف في الحر. عز الحر. في فكره ثانيه، حط فيها فلفل وكمون، افتح بسطه بطاطس. حلوه فكره جميله. احنا في جده زي كده بليله بل ايش البليله حق جده؟ بليله بلبلوكي. السوق هذه شو اسمها؟ بلبلوكي. ايش اسمها؟ السوق باعوكي. السوق باعوكي. الله الله. والخل خل خلوك ايش؟ طيب استاذ صالح، نصائحك دائما صارمه، واحيانا ممكن انها تكون تعجيزيه بحكم الزمن الحالي، مثل ممنوع اكل غير صحي يدخل البيت، ممنوع ان الطفل يمسك جواله، برغم انه يعني يمكن ان بدلا من ان انه يعني ننعم باتا على ان الجوال يمسك او الطفل يمسك الجوال، وفي نفس الوقت نقدر نخلي نقنن بالموضوع، يعني مو بدنا منع باتا منها. شباب في نفس الوقت اذا السؤال مهم، سؤال والله مهم الكلام ذا. احنا في نفس الوقت كثير من الناس يقول انت شديد وانت مدري ايش وانت. انا الكلام هذا اقوله للناس اللي هم حريصين. أما الناس اللي مو حريصين أصلا ما حيسمعون كلامي. لما أقول زيوت مهدرجة يقول يا حبيبي زيوت مهدرجة ما تموت قبل يومك. وأنهى الموضوع كله. أنا أتكلم عن الناس الحريصين، ترى رسالة الناس الحريصين، وأقول أنت براحتك. أنا ماني بقاعد، أنا ماني ولي أمرك، بروح أقيدك أقول لا تشرب كذا كذا. بعض الناس يقولوا أنت شدي، قال الجوال ما يمسكه الطفل. يا أخي الطفل أزعجني. الطفل أزعجك، عنده حاجة ناقصة لازم تكملها له. اي بس اذا منعنا، اذا منع منهم الجوالات كيف بيشوفون المحتوى اللي انتم تنزلونه؟ لا لا انا اقول لا، في شيء اسمه وقت. لازم ولي الامر يحدد وقت. جميل. انت الاب، من اللي يقود الاسره، الاب ولا الولد؟ الاب. انت لازم تقول يا حبيبي عندك ساعتين، بعد ساعتين. طبعا ما تجي فجاه وهو في عز الحماس خلصنا. لا ترى حبيبي باقي ربع ساعه. يا سلام. حبيبي بعد 20 دقيقة. حتى قضية النوم والأطفال يعانون أباهم، فجأة جالس ومستمتع نوم، قم 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 نوم. ما ينفع يا حبيبي، نص ساعة جهز نفسك. دائما عطيه مساحة تهيئة، اسمها تهيئة نفسية. ما تجي في عز متعته فديك. لما حدد له ساعتين أذكره قبلها أو بعدها، أقعد قبل نص ساعة أقول يا فلان ترى باقي حبيبي نص ساعة. جميل. يعني زي ما يقول. لا لا كلام جميل. أنا سؤالي طلع لأني في أحد لقاءاتك شفتها كنت تتكلم على مسألة إن الطفل. عرفت السر. إيه. الطفل جايب المعلومات. ما يمسك. والله في معلومات ما قلتها. الطفل أول إذا وصل عمر، أو إنه من أول ما يطلع على الدنيا إلى أن يوصل عمر 14 سنة ما يمسك الجوال نهائياً. بعد 14 سنة
ياخذ الجوال. لا لا هذا كيف اللي اعمارهم 10 سنوات 13 سنه يشوفون اعمالك؟ لا مو صحيح. انا اقول شوف شاهد التلفزيون 5 ساعات جميل ولا يمسك الجوال ساعه. يا سلام. لا عفوا مو الجوال الالعاب اقصد. اي العاب اللي فيها قتل يا اخوان. بس بعطيكم الفرق. لما هو يمارس القتل والتدمير او يشاهد القتل والتدمير اي مخطر؟ لا يعمل يمارس يلعبها يمارس اخطر 100 مره الممارسه من المشاهده. المشاهده والدليل انك لما تشوف تلفزيون مثلا اللي يشوفون افلام ولا شيء تلقى مسترخي صح، وتلقى احيانا يبكي تشم حزن تاثر معنى انه مسترخي، لكن هذا اللي قاعد يقتل ويدمر ويشيل مشدود. هذا عنده سترس. توتر عالي. فهمتوا الفرق؟ فرق كبير. فلذلك اقول شاهد التلفزيون 5 ساعات شاهد التلفزيون 6 ساعات ولا تعطيه نص ساعه يلعب لعبه قتاليه ولا يدمر. انا هذه قصدي بس يعني طبعا امر تفصيل الكلام ولا تفصيل. لا لا جميل. طيب كيف انصح ابني من الخطا؟ يعني خطا انا افعله، يعني كمثال فلان يدخن او فلان يفعل العاده السيئه الفلانيه، بس انه يبغى يقنع ولده انه ما يقتدي في ابوه او ما يقتدي في اخوه الكبير بهذا التصرف، وش النصيحه السليمه؟ سؤال جميل. اول شيء وش النصيحه او الطريقه السليمه؟ انا اتوقع بعطيكم جواب بس ابي اضافات منكم. لا يمكن انت مدخن تنصح ولدك عن التدخين، مستحيل. لكن شوف له قدوه ثانيه، عمه خاله يتكلم معه. شفت الحركه ذي؟ يا سلام. ليه؟ تجيب طرف ثاني. لانك انت بقدوه صح. فلذلك انت خايف عليه من التدخين، تخلي عمه الرجل الرياضي ولا خاله الرجل الملتزم الطيب ولا فلان اللي يحبه يكلمه يقول شوف ترى ابوك ابتلى، الله يشفيه ويعافيه ويعصم من هذا، يعني ابتلى والله يعني كذا وكذا، فينصحه يقول انتبه ترى الموضوع خطير وهذا، لانه ما حيتقبل مني بالله العظيم. انا قاعد اضربه كل يوم كف، حتى لو انا بيني وبينه اصلا لغة عدم التفاهم لا يمكن يقبل مني نصيحة، بالعكس حيعكس. لذلك يقولون أقرب طريق إلى قلب الطفل وإنك يوصل يأخذ نصيحة كل حب. يا سلام. صبحه حبة صبح، حبة ظهر، حبة ليل، وكل يوم تحتضنه، وكل شوف ترى يبغى لها الجد. تضبط علاقتك مع الطفل عشان يتقبل منك. اللي عنده ولد لازم 24 ساعة معلش كلها بصدق، في احنا عندنا حب شاقة. وفي شيء اسمه اعلان عن الحب. بعطيكم معلومه، الحين الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الرجل قال اني احب فلان، مش قال له اخبره اذهب واخبره انك تحبه؟ ليه؟ بمعنى الحديث اظهر اظهر هذه المحبه، ما فيها فائده الحب بدون اخبار. طيب هذا على مستوى اصدقاء، كيف على مستوى ابنائك؟ يا سلام. امك تحبها؟ قول والله احبها. قلت لها؟ قال والله ما قلتها. ما له قيمه حبك، مثل اللي عنده رصيد في البنك وما يصرف ريال، عنده 10 ملايين ولا يدفع ريال واحد، يقول والله ما شاء الله تاجر عنده غني. طيب ايش استفيد من فلوسه ذا؟ انت عندك حب انا متاكد، لكن ما تصرفه. اصرف حبك، طلع اعلن كل يوم يا ولدي احبك والله اني اقدرك. لذلك تعديل السلوك من اهم شيء بالحب. يا سلام. وتبين انك تحبه وتعلن انك تحبه. لا وفي حركه من وراء التريلات تقول انت بتعود ولدك مسوى حاجه كويسه تجي تكلم اي واحد من اصدقائك. انا مره اكلم واحد من زملائي ما يدري وش الطبخه، سليمان اسمه جربيع، قلت له محمد قلت والله يوسف اليوم ما شاء الله الفجر تصدق قبل يسبقني بالصلاه. تمدح فعل هذا ما يدري وش السالفه. يقول ايش تقول انت يا شيخ؟ قلت شوف ما شاء الله. لا جميل انه انت تمدح فعل ابنك. يعني يوم خلصت راح ولدي يوسف قال لي يا اخي وش السالفه انت عنه؟ كلمني ولا تكلم؟ قلت لا اكلمك. قال قلت هذه رساله يحس بالفخر. هذه رساله عشان تعزز السلوك. تفضل يا شيخ. انا داهمنا ترى خلص اصلا وقت الفقره. بس كلمه واحده احس اني تحمست. هذه تاثير قوه الكلمه. الان اللي بيسلم بيدخل الاسلام لازم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. جميل. لازم يتفوه فيها. طيب. فالكلمه لها قوه ولها اثر. يا سلام. وهذا تعقيب كلام جميل. ختام الله يطول عمرك. استاذ صالح نبغى فقره فانتاستك.
فانتاستيك؟ والله ذولا ما ينفع معهم. لا صدقني لا يغرك الاشكال ترى يقلبون. روح روح اطفال ما يحتاج. اطلع اطلع وريكات الاولى. معنا 10 دقائق نبغى ناخذ فقره فانتاستيك. وين العصيان طيب؟ هنا. شباب الكنترول يقول 5 دقائق. سلام سلام يا جماعه. يلا بسم الله. يلا نقوم يا شباب. ايه ترى العصي هذه حقتي انا جايبها من بسم الله. والله ما يبي صح ويا لصوص مسروقه ذي. وين الشباب؟ لحظه خل اقفز. وين بقيه الشباب؟ بقيه ما ابو تركي. ها لا لا بدونها. بسم الله صلوا على رسول الله. اللهم صل على محمد. النبي صلوا عليه صلوات الله, الله عليه وينالوا البركات كل من صلى عليه. تعال يا رب اخرع البحرين تكفى. اسلم امسك يا اخوي ترى ترى انت لازم نهتم فيك يا شيخ ضيف. لا 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 بكر الله بكر الله. شباب تعالوا كذا لانك تكواندو. لانك أيوة. ضيف تكواندو. تعال انا عندي الحزام التاسع تكواندو والله بنفسجي ما شاء الله. صحيح اجل صدق ترى حزام اسود سابع. اعطيكم السر انك تفوز عليه لو صارت مشكله. شوف التكواندو لا تعطيه مسافه. كل ما زادت المسافه اللي معه عصره تعطيه مسافه. لا اي واحد التكواندو لا اي مسافه حركه يجلدك. اعطيك خليك قريب منه. تعرف لزقه ايه الزق خليك لزقه بس ولا يقدر يسوي شيء. ترى مو كل التكواندو لا تغرب نفسك ترى في ناس خطير. انت تفضل يا شيخ. السلام عليكم. هذا طالب متأخر. هذا ضيع جاي الاستراحه الثانيه. ما للاسف راح استراحه ثانيه. يعني انتم والله جد ايش اسوي لكم يا اخي؟ ايش اسوي لكم؟ انا انا ايش اسوي؟ انا افتح يدك افتح يدك. لا اسوي شيء انا جد انت سببتوا لي المشاكل سببتوا لي حالك. طيب اسلم استاذ صالح. يلا هذه من الاخطاء الشائعه. يقول واحد يقول ولدي انت سببت لي الضغط والسكر. قال يا ولدي والله ما سويت لك ضغط والسكر. والله انت الله يهديك بس مستعجل دايما. طيب انا لعبه لعبه من القائد؟ القائد سلطان. انت القائد. لا 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 انا بسوي لكم فكره فكره جميله. تعال يا ابو رزيق. خلاص يلا روح برزيق. وبرزيق بيعطيكم حركات. ايوه وسوي زيه. عنده ثلاث اربع حركات ثم نغير كل واحد يعطينا. يلا برزيق احنا بنقلدك. اي حركه تسويها. وش الحركه هذه؟ اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وش ذا؟ هذه وش هي؟ ايوه كذا هي؟ ايوه والله شكله بتضحك صوت جميل. يلا اللي بعده مين اللي بي يلا يلا قلدوه. اي حركه سويها سويها بس خاف تجي خاف تجي حركه لا اراديه. اتبع القائد اتبع القائد اتبع القائد اتبع القائد. يلا سعد في كاميرا وراك. طبعا اللي احسن واحد يسوي حركات نعطيه جائزه. انا بعد يلا 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 شباب. هلا والله. هذه وش هي؟ سوا مع الايقاع. ايوه سوا ايوه ها مع الايقاع. ايوه يلا ايوه رمي الرمح رمي الرمح. هذه وش يا الحين نجلس الحين يعني ولا وش؟ سلطان هاي بتعبنا عشان حتكتشف بعدين حنك بعدين حنكتشف. هذه وش؟ لا كذا كذا بتطيح المايكات بعدين بتطيح. ايوه لا كذا نكتشف شخصيات من خلال اللعب. اكتشاف شخصية من خلال اللعب. يا سلام جميل. شخصية مريحة. شكرا احمد. انت احمد سوي الحركه حقي. اي سوي الحركه. شوف الحركه هذه يا استاذ. شوف احمد ونعم شوف على راسي والله. الله يطول عليك. هذه حبكم القحطين حب خاص ما لي صراحه. الله خلي خلي معلي معلي. الله يستر منا. والله عليك والله قويه ذي. لا لازم تسوي سيئه. لازم تسوي زي يا سلام. لازم ترى صعب ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف يزيد شوف شوف ثابت ما شاء الله عليه. الله عليك. ايوه يا برزيقه. لا ما شاء الله الخشم راسي ما شاء الله. هذه حركة الأولى والله ما شاء الله. يلا جميلة كل واحد حركتين يا شباب. يلا تواصل. أيوة هذه أي هذه جميلة. هذه أنا أعرفها قديمة يا شباب جميلة والله من الألعاب القديمة يا شباب والجميلة. اتبع القائد اتبع القائد يا شباب اتبع القائد اتبع القائد. ها معايا معاك من هذا اللي طاح. والله ايش قلت لك انا اصيل ايش قلت لك؟ ها اتبع القائد. العصا طول منك سلطان. اتبع القائد. فاز فاز على القائد يا جماعه. تكفى يلا اللي بعده. سلام عليك. ممتاز ممتاز. يلا اللي بعده. عندي عندي عندي. يلا عندك نشوف عاد هذه حركات. عندي عندي عندي. طلع روح للصين من البحرين. دي هذه جاي حركات من البحرين.
لا كذي ايوه كذا كذا يا شباب وننزل نزلوا يلا شوف اخر شيء يلا نزلوا بعد 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 عطري انزل الصيف يلا حلو ايه الرياضه الرياضه خذ الظهر يطقطق ها كيف يلا حصة رياضة تمرين تخفيف الوزن الله يعطيك العافية صراحة كنت احتاج اسوي السلام عليك يلا الثالثة وشي الحركة الثالثة حركتين اللي ينط من فوق ايوه يلا الحين بنركض اللي كذا النط كذي ننط من وين يلا يلا سو طيب بنقلد كذا لا ايوه سوا بنقلد كنا لا ما انت مسوي لا بنقلد الثالثة يلا يلا من الشجاع هنا يجي تعال بضربكم من تحت رجولك ترى اذا ما قفزت تنضرب اوه سلطان ثاني ما عندي شيل زبيريه شيل زبيريه شيل زبيريه عشان تنط يلا شجعان شجعان اي لا تخاف يا ابن حلال انا واحد اثنين كل ما اجي تقفز بسم الله ثلاثه يا ساتر سبع ايوه اربعه قول 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 والله يا هي قويه انتك يعطيك العافية يا أستاذ صالح الله يرحمه طيب بس في حركة أخيرة لي بسويها بهلوانية يلا كلكم يا شباب حركة الكاراتيه دي هذه سانسو أرقطوك طيب مستع يا جماعة قاعد يحضر جميع جزاكم الله يا حبيبي الله يعطيك العافية جاكي شان السعودية جاكي شان السعودية جابها صالح ماهر شوف الحركة هذا وش سوى كفارة هذا توهق شفتوا حلوة ذي هذا في حد المزارع دخل العصا في ثوبه هذا اللي في المزارع هذا اللي في المزارع والله حلوة ذي هذه أستاذ صالح أبى أضيفها للألعاب ذي أستاذ صالح كفارة ختام الحلقة الآن زاك ها والله أن الوقت داهمنا لا لا جزاكم الله خير بسرعة مر بوجودك يا أستاذ صالح يعطيك العافية الله يسعدك إن شاء الله شكرا لكم قبل أن نختم الحلقة عندنا وقف اسمه البر يا شباب عشان نختم بس الله يحفظكم وتروحوا للبرايم يطلع واحد منكم ونفتك منه عشان الحلقة الجاية نصير أخا أنا ودي البرايم اليوم نجيب واحد نزيد واحد يا سلام فكرة جديدة أسبوع نجيب وأسبوع نزيد ترى قد طرحت الفكرة على حلوة الفكرة حلو تجيب شخص جديد اسبوع تضيف ايه اسبوع طيب يلا. نذكر اعزائنا المشاهدين بوقف البر بالمضيلف او بمكه المكرمه استاذ صالح نبغاك تقول كلمه للناس عن فضل الصدقه عشان يتبرعون بهذا الوقف حاليا تقريبا وصلوا 39 او 37% من الوقف 42% ما شاء الله تبارك الله يعني ما عاد بقى الا النص وزياده عشان يكتمل الوقف كلمة توجهها للمشاهدين أنا أقول في طبعا حديث اللي يقول كل عمل ابن آدم يعني اللهم صل على معنى أنه يبقى ما الذي يبقى لبني آدم من العمل هو يبقى ابن ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له أنا أقول حتى الولد يموت صح ولا لا بالضبط ما عدا سبحان الله الوقف يا أخوة الحين في أوقاف ترى في وقف عثمان بن عفان رضي الله إلى الآن في المدينة ما شاء الله تبارك الله كم مرت عليه 400 سنة الله أفضل فلذلك الوقف يستمر العلم ينتفع فيه يبقى إذا في علم ينتفع فيه زي الكتب زي الحين كتب ابن باز والابن عثيمين حتبقى سنين كلها مثل الماء الجاري ها وهو المقاطع اللي فيها خير فلذلك يقول الصدقة حتى الإنسان اللي عنده مريض والله يا أخوان مجرب هذه لو عندك مريض أفضل وأجمل شيء تعالج فيه أنك تتصدق الله أكبر بنية الشفاء بنية الشفاء وأنا أقول يمكن لا يحتاج أحزن لو فتح الإنسان المقطع واليوتيوب لقى بقول عشرات الألاف تتكلم عن فضل الصدقة وأهمية الصدقة وعظم الصدقة والسلام يا سلام طبعا وسائل التبرع اللي حاب يتبرع في وقف البر موجودة عندكم في أسفل الشاشة يعطيكم ألف عافية تشرفنا اليوم بوجود الأستاذ صالح العريض نراكم على خير بإذن الله الله يسكي موهب أفكار الله ما هو أفكار أي هذا ما هو أفكار أنا كنت كذا يا حبيبي الله يعزك قاعدين نتبرك فيها